الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي إطار حرص وزارة الأوقاف تحت رعاية وقيادة وريادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والاهتمام بالجوانب الإنسانية بفضل من الله تبارك وتعالى، يصل اليوم إلى محافظة الدقهلية عدد 3 طن لحوم صكوك إطعام الطعام، لتكون النسبة الإجمالية عدد 7 أطنان من لحوم صكوك إطعام الطعام إلى محافظة الدقهلية، ويتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي معالي الأستاذ الدكتور وائل بفضل من الله تبارك وتعالى. شكرا لمعالي الوزير والقائمين على المشروع الإنساني. طبعا وافر التحية والتقدير للوزارة العريقة وزارة الأوقاف، كل التحية والتقدير والشكر والعرفان لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف والزملاء الأفاضل في هذا العمل ومعالي الدكتور صفدر الأخ الفاضل. نشكر الوزارة على جهودها المحترمة ونثمن جهودها لشمول الأسر الأولى للرعاية بجنبها. فعلا تحيا مصر بشراكة مؤسساتها المحترمة، وتحيا مصر في قيادتها الحكيمة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. شكرا، كل عام وطيب.